شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. إذا شعرنا فريزي وعم بعذبنا تنملسو أو بدنا نعمل براشينج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب 36 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55. قديه منتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير عذاب ونوادي رياضية وريجيم كمان. بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع، بيبرو موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شد العضل وإزالة الترهلات، تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في، أو نحن وعم نقرأ بالتخت، أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى أو بحياة لمحل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب 88 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان، عبر الاتصال ببست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. قديه منعطي الهم بس بدنا نقطع شي، بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغلة، والتقطيع بياخد معنا وقت والتنظيف كمان. بس مع كوب إكسبرس انحلت هالمشكلة. كوب إكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقص لنا حياة لشي بدنا إياه بثواني، بقص 10 مرات أسرع من الطريقة التقليدية. بقص الجزر، البصل، الخيار، الذرة، بطاطا، جبنة، دجاج واللحمة. كوب إكسبرس مزود برسور لتسريع عملية القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا تنضب من دون ما ياخد محل. فيكن تحصلوا عليها ب 24 دولار بس، ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. مين منا ما بيعاني من أوجاع الظهر والرقبة، إن كان بعادتنا الغلط بالمكتب أو إذا بحكم شغلنا عن السواقة لوقت طويل أو بأي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليومية. رويال باشر مشد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش مثل غيره من المشدات مصمم بطريقة كتير مريحة لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لأنه منه سميك وما ببين. ولكل شخص عنده ديسك أو تكلس ما إله غنى عن رويال باشر، بسعر 28 دولار بس واصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. رويال باشر كفيل للتخلص من أوجاع الظهر والرقبة، ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55. لكن الناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري، الظهر أو الرقبة، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت الصنوبر، الصبار ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية، فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب 45 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55.
إيكو ماتيك هالمكنسة يلي حجمها صغير تنقدر نتنقل فيها بريحة ومفعولها كبير بقوة 2200 وات، يعني بتسحب وبتشفط كل شيء، مزودة بإبا فلتر للناس اللي معهم ربو أو ضيق بالنفس، وخاصة إذا كان عنا أولاد صغار، وفيها كمان كربون فلتر يلي بيحمل موتار من الغبرة وتسرب الهواء من الزوايا ومفاصل المكنة. الأكسسوار بيجي إيرو ستاندرد، وفرشيتها فينا نستعملها للبلاط والباركي بس نطلع الفرشاية لبرا، وللسجاد بس نفوت الفرشاية لجوا. فيها تلسكوبيك تيوب يتطول وبيتأثر مثل ما بدنا وحسب ريحتنا، ومزودة بأكسسوار للبرادة والفوتيات ولزوايا الألومنيوم، وبيجي معها كيس قماش. قوة هالمكنة قادرة تسحب هالطابة البولينج التقيلة، وقادرة تسحبها بأخف قوة بالمكنة، وقد ما نهز فيها ما بتوقع الطابة إلا ما نطفيها نهائياً. إيكوماتيك متوفرة بلونين الأزرق والبوردو، ومكفولة لمدة سنتين، وبتحصلوا عليها ب $100 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بسلر على 01-44-55-55. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنطفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح. الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بنظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية بتحصلوا عليها بس ب $36، والأهم إنه مكفولة لخمس سنين. تصلوا على بسلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. هول كانوا الأيتمز، إن شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بسلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايماً على MTV. Thank you.